كون كانت مدرب انا بالنسبه لي قوي ونعش مع مدربين عندهم شخصيات والله واخا تكون كتضربها كل اسبوع في هذا دير جيست كيما دار ونجم نهار خلى الباريزه وخلاه وخرج قال لي ما غتدخلش هذا الماتش وزه وخرج والله لا بقيتي شتي ماشي واخا نكونوا لاعبين النهائي ديال ماشي كاس هذا والله لا بقيتي شتي والله لا اعتمد على المدرب شكون اللي عاونوا الفيستير الله يرحم والديك اما انت ملي غتجي مدرب وغتجي مدرب عنده شخصيه عنده واحد الاسبورت ديال برا راه هذا هو المشكل دابا المشكل قال هشام قبيله قالت على هذه اللعابه فالابل ولكن نقدر نجيب انا مدرب ما يدخلوش في الخطه ديالي واش دابا تصوروا راه هشام صاحبي جاهم الكوب دي موند نورمالمون دو ماتش ثرو ماتش ما خاصهمش يدخلوا تيدخلوا على قبل لي بريم واش لعاب تيدخل على قبل البريم لعاب اسمح لي يا هشام بريم دي ماتش وهشام ندوزو تما الفقر في يامات الكره كاع ما كانت الفلوس وكانت بنادم شبعان وهشام الله يرحم لكم والدينا نهضروا في حاجه الكره نهضروا في المعقول نهضروا في انا اليوم حكيم تندوي على ماتش ديال اقصاء ديال الوداد بن كاس يعني اليوم غير مقبول غير مقبول في هذه الظروف غير مقبول في هذه الظروف وفي هذه الامكانيات اللي متوفره والطريقه اللي توفرت لهم وكل شيء موفر انني بعدا شوف الكل استبشر خير من اللي شاف الطريقه اللي بدات بها الوداد